بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جواز ريوح، مفتي تربية بدنية ورياضية بالمديرية الإقليمية الجديدة، منسق كفرة القدم النسوية اللي كتحط الرحال ديالها اليوم في المحطة الثانية بالمديرية الإقليمية الجديدة. إذن قافلة كرة القدم النسوية اللي هذا الموسم غتعرف التنظيم ديالها في 30 مديرية إقليمية على الصعيد الوطني. الهدف الرئيسي من هذه التظاهرة هو تشجيع ممارسات كرة القدم، تظاهرة اللي كتوخى مشاركة 200 تلميذة عن كل مديرية إقليمية، واللي الهدف ديالها هو تشجيع هذه البنيوتات هادو على ممارسات كرة القدم، وأن كرة القدم هي حق من كلا الجنسين الوليدات وحتى البنوتات. هذا من جهه. من جهه ثانيه هو مشروع اللي كيتوخى كذلك البحث على اجود العناصر اللي ممكن ينخرطوا في مشروع رياضه ودراسه، هذا من جهه، وفي نفس الوقت كذلك من اجل اغناء الانديه المحليه باش ينخرطوا فيها هذه البنوتات. وبطبيعه الحال الهدف الرئيسي هو ان الرفع من مستوى ممارسه كره القدم الوطنيه مستقبلا ان شاء الله بحول الله. ليلى الوسفين، المسؤوله عن قافله كره القدم النسويه المنظمه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه مع الشركاء وزارة التربية الوطنية وشركة سبور إدوكاسيون سوليسيون. هاد القافلة سوف تجوب 30 مدينة مغربية، أعطيت الانطلاقة يوم البارحة في مدينة الدار البيضاء وسوف تنتهي يوم 2 يوليو بمدينة الرباط. يوم 2 يوليو بمدينة الرباط التي سوف تعطى انطلاقة كأس إفريقيا للأمم، بالنسبة لهذه القافلة هذه تنطمح من خلالها تعميم ممارسة كرة القدم بالنسبة للفئات الصغرى في المدارس. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.